بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم مع بعض النهارده أو هنكمل كلامنا عن الهيدروستاتيك. درسنا في المحاضرات اللي قبل كده الهيدروستاتيك، أخدته يعني إيه أتريبيوت وجيج بريشر، أخدته إزاي بنحسب البريشر عند نقطة، إزاي الضغط بيتنقل في النقطة في جميع الاتجاهات بنفس القيمة، ازاي بنقيس الضغط، ازاي بنحسب القوة، ازاي بنرسم الاول السيرفيس. هنبدأ مع بعض النهاردة. خد بالك ان في 7 و 8 انت حسبت القوة اللي بتأثر على سيرفيس يعني سطح. احنا هنبدأ دلوقتي النهاردة في جزء جديد من الهيدروستاتيك اللي هو البيانسي. ايه البيانسي؟ لو انا عندي حجم، الحجم ده موجود في المية او في اي فلويد، الحجم ده الفلويد اللي حواليه سيم فلويد كونتينوس فلويد. فعشان اطبق القوانين البيانسي اللي هدرسها النهارده لازم يكون الفلويد اللي حوالين الجسم سيم فلويد وكونتينوس فلويد زي ما انا عمال اشاور بالماوس كده. ففي الحاله دي بتاثر عليه قوه هيدروستاتيك تقدر تحسبها بالتفصيل زي ما اخدتها في الطريقه وكان ده كيرفت سيرفيس. فلما تحسبها بالتفصيل بالطريقه دي هتلاقي ان ليها قيمه معينه هنقولها خلال ثواني. دلوقتي لو انا عندي كوره، الكوره دي موجوده على سطح فلويد ليكويد، فالكره هتاخد المنظر ده. ايه القوه اللي بتاثر على الكره في الوضع ده؟ وزنها، وقوه اسمها قوه الطف، دي محصله كل القوى الهيدروستاتيك اللي بتاثر على الكره، والمحصله دي بتكون راسي الاعلى، وده اللي هثبته لكم كمان لحظات. طيب لو انا حطيت ايدي بقوه زياده على الكره، الكره هتخطف زياده في الميه. طب ايه القوه اللي بتاثر على الكره في الوضع ده؟ القوة الضغط بإيدي، القوة اللي عاملها إيدي من فوق، زائد الويت بتاع الكرة، يبقى هنا قوة الطفو اللي أنا لسه بكلمك عليها ومعرفتكش هتستنتج قيمتها إزاي، بتساوي يعني الكرة في وضع اتزان الويت بتاع الكرة بلس الفورس اللي مأثرة بيها إيدي. هنا قوة الطفو بتساوي بس الويت بتاع الكرة. يبقى ببساطة كده أنا عرفت إن قوة الطفو اللي أنا لسه بتعرف عليها دلوقتي دي ريليتد للحجم المغمور من الجسم بتاعي. فهنا لما كان قوة الطفو قليلة كانت معاها حجم مغمور قليل، هنا لما كان قوة الطفو كبيرة لازم يكون حجم مغمور أكبر. طب لو أنا زودت القوة اللي بضغط بيها من فوق، الكرة هتنزل زيادة فيتكون حجم مغمور أكبر من ده كمان. يبقى عرفنا ان في قوه اسمها البويانت فورس. البويانت فورس دي هي محصله القوه الهيدروستاتيك فورسز كلها اللي بتاثر على جسم مغمور موجود في سيم فلويد وكونتينوس فلويد. فانت لو اتعاملت معايا الجسم ده بطريقه الاسطح اللي انت درستها المحاضره اللي فاتت، هتقسمه لاسطح كتيره وتحسب القوه اللي عليها. فمحصله القوه اللي انت هتحسبها بعد عناء كبير مع السيرفيسز هيطلع اسمها البويانت فورس، وتقدر تحسبها على طول زي ما هتتعلم معايا النهارده. تعالى نتخيل ان ده جسم، الجسم ده مغمور في فلويد، والفلويد ده مأثر عليه من جميع النواحي وسيم فلويد كونتينوس فلويد. فدلوقتي الجسم ده القوة الأفقية اللي بتأثر عليه اتجاهها فين وقيمتها كام؟ هنلاقي ان في قوة افقية بتأثر في الاتجاه من الشمال لليمين، وفي قوة افقية تانية بتأثر من اليمين للشمال. القوتين دول لو انت اتعاملت مع الجسم على انه كيرفت، فهتعمل له هنا بروجيكشن وهتعمل له هنا كمان بروجيكشن، فتلاقي ان القوتين دول بيساووا بعض بالظبط وعكس بعض في الاتجاه. فبالتالي محصلة القوة الافقية اللي بتأثر على الجسم ده بزيرو. طب تعالى نشوف القوة الرأسية اللي بتأثر على الجسم ده. لو بنتكلم على السطح العلوي بتاع الجسم، السطح العلوي اللي هو ده، ايه القوة الرأسية اللي بتأثر عليه؟ نفتكر مع بعض لما اخدنا الكيرفت بتساوي بطلع من الكيرف او من السطح اللي انا بدرسه بخطوط رأسية لغاية ما قبل الفري سيرفيس، يبقى جاما في الفوليوم بتاع حجم الليكويد اللي انا بمشي الماوس عليه ده، يبقى جاما في الفوليوم ده. جميل، ده كده الاصل السطح ده.
طب القوة دي اتجاهها منين لفين؟ اتجاهها من الفلويد الحقيقي للسطح، هتبقى نازلة لتحت كده. جميل كده، احنا خلصنا الثلاث أسطح، ناقص السطح الرابع اللي هو تحت. السطح الرابع ده لو تعاملنا معاه لأنه كيرفت سيرفيس، ايه القوة اللي بتأثر عليه في اتجاه الرأسي؟ بطلع من الكيرف وخطوط رأسية لغاية ما قبل الفري سيرفيس، يبقى جاما في الفوليوم، أنهي فوليوم اللي أنا بحوطه دلوقتي بالماوس ده؟ جاما في الفوليوم ده، جاما إيه؟ جاما فلويد في الفوليوم ده. طب اتجاهها من تحت لفوق. طب كويس قوي، يبقى القوة اللي من تحت لفوق بتساوي جاما فلويد في الفوليوم ده كله، والقوة اللي من فوق لتحت بتساوي جاما فلويد في الفوليوم ده. يبقى لما اطرح الاثنين من بعض، الكبير ناقص الصغير، يتبقى ايه؟ يتبقى جاما فلويد في الفوليوم بتاع الجسم نفسه واتجاهها من تحت لفوق. يبقى زي ما مشينا مع السمكة دي كده مع بعض، محصلة القوة الأفقية اللي بتأثر عليها بزيرو، محصلة القوة الرأسية رأسي لأعلى وقيمتها بتساوي جاما بتاعت الفلويد في الفوليوم بتاع الجسم المغمور. اللي انا قلته دلوقتي ده اسمه قاعدة ارشميدس للطفل. فده الكلام اللي احنا عملناه مع بعض، ان اللي فوق السطح اللي فوق هيبقى عليه قوة اقل من اللي تحت، الفرق ما بينهم بيساوي جاما في الفوليوم المغمور، والسطح اليمين والسطح الشمال هيبقى عليهم قوتين بيساووا بعض في المقدار وعكس بعض في الاتجاه. أرشميدس بقى قال إيه؟ قال لو أنا عندي جسم غمرته في فلويد، الجسم ده بيتأثر بقوة طفو بوينت فورس اتجاهها رأسي لأعلى وقيمتها بتساوي وزن السائل المزاح، الويت بتاع الديسبليسد فلويد. إيه الويت بتاع الديسبليسد فلويد ده؟ يعني الحجم المغمور ده فيه شوية فلويد هيطلعوا من الإناء قد إيه بالظبط؟ يبقى الحجم المغمور ده بالظبط هو الفوليوم بتاع الديسبليسد فلويد. فالفوليوم بتاع الديسبليسد فلويد هو نفسه الفوليوم السبميرجد، لما اضربه في الجاما بتاعت الديسبليسد فلويد يبقى يدي الويت بتاع الديسبليسد فلويد. يبقى دلوقتي عندي اي جسم مغمور في فلويد، الفلويد دوت سيم وكونتينوس، يبقى بيتاثر بقوه راسيه لاعلى، دي محصله قوه الهيدروستاتيك لو انت هتتعامل مع كل سيرفيس لوحده، يعني دي مش حاجة جديدة، دي محصلة كل القوى الهيدروستاتيك اللي بتأثر عليه، بتساوي جاما في الفوليوم المغمور اللي هو الفوليوم بتاع الديسبليسد فلويد وقيمتها بتأثر رأسي لأعلى. طيب الجسم نفسه بيبقى له ويت الطبيعي، فده خلى أرشميدس يعمل تجربة في المعمل. التجربة دي تقدر تجيب منها أو تستنتج منها السبيسيفيك جرافيتي بتاعت أي فلويد. ببساطة التجربة دي بتعمل ايه؟ لو انت جبت اي حاجة حتة روك كده وزنتها، فبيطلع وزنها، طبعا هنا بنقول خد بالك، بنفكرك ان الويت ده فورس غير الماس، الويت ايكوال الام في جي، وده طبعا انت عارفه كويس من قبل كده واكدنا عليه شابتر 1. فدلوقتي الويت بيساوي الام في جي، فبالتالي الويت اللي انا هقراه دلوقتي ده الويت الحقيقي بتاع حتة الروك اللي انا جايبها دي. طب كويس قوي، لو انا جبت نفس حتة الروك وزنتها مرة تانية بس وهي موجودة في اناء في فلويد، هل وزنها اللي انا هقراه هيزيد ولا هيقل ولا هيفضل زي ما هو؟ وزنها الحقيقي هيفضل زي ما هو، ده شيء كلنا متأكدين منه. فالوزن الحقيقي اللي انا طلعته من هنا ده وزن حتة الروك الحقيقي، فحتة الروك دي دلوقتي متأثرة بوزنها الحقيقي بيأثر لتحت، لكن الميزان هيقرا وزنها الحقيقي زي ما حصل هنا؟ لا، هنا قرا وزنها الحديدي الحقيقي. ليه؟ لان مفيش غير قوتين، قوه بتاثر لتحت اللي هي الوزن، وقوه بتاثر لفوق اللي هو التنشن في السبرينج اللي هنا، فالتنشن اللي في السبرينج هو ده اللي قرا، ده القرايه بتاعته، فلان مفيش غير القوتين دول فبالتالي التنشن على طول هو الويت، فعشان كده السبرينج او الميزان أرى على طول الويت، فده هنا هو الويت الحقيقي. أما هنا قراية الميزان مش هتعبر عن الويت الحقيقي، ليه؟ لأن التنشن في السبرينج معاه قوة تانية جديدة هنا اسمها البوينت فورس،
اف بي الاتنين مع بعض بيساووا الويت، يبقى هنا التنشن في السبرينج متوقع يكون اقل من الويت الحقيقي، ده اسمه الابارنت ويت، الوزن الظاهري. فايه هو الوزن الظاهري؟ هو قرايه الميزان، لكن الويت ده الوزن الحقيقي. فلما يكون الميزان محطوط في وضع زي ده هيقرا الوزن الحقيقي، يبقى الابارنت ويت هو الويت. لكن في وضع زي ده الابارنت ويت بيساوي الويت مطروح منه البوينت فورس. معايا كده يا شباب؟ طيب كويس قوي. طب انا كده اقدر اجيب السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الفلويد ده ازاي لو انا في المعمل فعلا؟ انا معايا الويت الحقيقي من هنا ومعايا الابارنت ويت من هنا، اطرح الاثنين من بعض اجيب قيمه البوينت فورس. البوينت فورس دي قلنا كانت بتساوي ايه؟ بتساوي وزن الديسبليسد فلويد او جاما سبميرجد مضروبه في الفوليوم سبميرجد. فالجاما سوري بتاعت الفلويد مضروبه في الفوليوم سبميرجد. فالجاما بتاعت الفلويد انا بقول لك التجربه دي بنجيب بيها السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الفلويد، فالجاما هنا هتكون انون. الفوليوم سبميرجد هقدر اعينه ان انا هحسب حجم السائل المزاح او الفوليوم اوف ديسبليسد فلويد، هقسم الاثنين على بعض هيطلع لي الجاما بتاعت الفلويد ومنها اجيب السبيسيفيك جرافيتي. خد بالك عشان بس تبقى فاهم صح، وانا لو بوزن في الهواء في بوينت فورس، في بوينت فورس، ما الهواء فلويد، ففي بوينت فورس مقدارها جاما فلويد في الفوليوم بتاع الجسم، لكن جاما بتاعت الهواء قليله جدا 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 بشكل يخليها نيجلكتد، فبالتالي مفيش حد بيوزن ياخد معاه البوينت فورس بتاعت الهواء، فده يعتبر مش موجود. امال هنا؟ هنا ده جاما فلويد لو بنتكلم على الميه 1000 كيلوجرام على المتر مكعب، لو بنتكلم على اويل 800 كيلوجرام على المتر مكعب. القوه اللي احنا سميناها البوينت فورس ايه نقطه تاثيرها بالظبط؟ هي السنترويد بتاع الديسبليسد فلويد، يعني بتاثر في السنترويد بتاع الحجم المزاح ايا كان شكله اللي هو الحجم المغمور. فيبقى السنترويد بتاع حته الركب دي هي اللي بيأثر في قيمه اف بي. طب النقطه دي تهمنا في ايه؟ هنعرف كمان شويه. تعالى نشوف مع بعض. لو انا عندي قطعتين ايدنتيكال بالظبط، واحده من الفوم واحده من الخشب، القطعتين ليهم نفس الشيب بالظبط، متوقع وزنهم يكون واحد؟ الاجابه لا، لان الدنسيتي بتاعتهم والسبيسيفيك جرافيتي بتاعتهم مش واحده. طب مين اتقل؟ اكيد الخشب. طب لو معايا قطعه ثالثه برضو ايدنتيكال في المقاسات من الحديد، هتبقى اتقل من دي ودي. طيب ف نتيجه هنا الويت بيساوي اف بي، الويت هنا اقل، فالاف بي هنا اللي هتتكون اقل. فاللي هيحصل عندي ايه؟ ان قطعه الفوم هتعمل فوليوم ديسبليسد قليل، ويبقى الويت بيساوي الاف بي. طب لو حطيت قطعه خشب الفوليوم ديسبليسد هيبقى اكبر وبرده هتتزن والويت هيساوي الاف بي. طب هطرح سؤال وهسيب لحظات كده عشان نفكر مع بعض. لو جبت قطعه بنفس المقاسات دي من الستيل وحطيتها كده بنفس الاورينتيشن على الميه، ايه اللي هيحصل؟ الستيل السبيسيفيك جرافيتي بتاعته 7.8 تقريبا، فهتقولي يبقى الجزء المغمور اكبر من ده كمان. كويس، اكبر لغايه فين؟ تعالى نفترض ان قطعه الستيل هتختص كلها تحت الميه. ايه اكبر قوه طفو ممكن تؤثر على قطعه الستيل دي؟ جاما فلويد في حجم المغمور، الحجم المغمور ان قطعه الستيل كلها بقت تحت الميه، فبالتالي يبقى جاما فلويد في الفوليوم بتاع البادي نفسه هيبقى هو نفسه الفوليوم المغمور. طب كويس قوي، يبقى انا عندي جاما فلويد في الفوليوم بتاع البادي بيأثر لفوق، ده اف بي ماكسيمم اللي ممكن يأثر على الجسم. طب ايه وزن الجسم؟ جاما ستيل في الفوليوم بتاع الجسم اللي هو نفس الفوليوم المغمور. طب جاما ستيل بكام؟ ب 7.8 جاما ووتر. طب لو بنتكلم على الفلويد ميه، يبقى انا عندي قوه من فوق بتساوي 7.8
جاما ووتر في الفوليوم بتاع الجسم، وعندي قوة من تحت بتساوي جاما ووتر في الفوليوم بتاع الجسم. ده معناه ايه؟ معناه ان قطعة الستيل عمرها ما هتستقر لا وهي طافية كده ولا حتى وهي غرقانة نص نص. امال ايه اللي هيحصل؟ قطعة الستيل دي القوة الرأسية اللي عليها من فوق لتحت دايما اكبر من قطعة من القوة الرأسية اللي من تحت لفوق، وبالتالي قطعة الستيل دي هتقعد تنزل 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 بأكسلريشن لغاية ما تستقر على القاع. فلما تلمس القاع يتكون عندي رياكشن من عند القاع يساوي فرق الوزن ناقص الاف. تمام كده؟ طيب ده يقودنا لحاجة موجودة في سلايدز كتيرة اللي جاية، بس تعالوا نقولها هنا مع بعض. ايه الشرط ان الجسم يبقى طافي فوق سطح المية او اي فلويد بصفة عامة؟ لازم يكون الجاما فلويد، الجاما بتاعت الجسم اقل من الجاما بتاعت الفلويد، او السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الجسم اقل من السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الفلويد، او الدنستي. ما هما الثلاثه بيمثلوا نفس الخاصيه باشكال مختلفه، يعني هما الثلاثه ريليتد قوي لبعض، يبقى لازم الدنستي بتاعت الجسم تكون اقل من الدنستي بتاعت الفلويد. يبقى لو الدنستي بتاعت الجسم اقل من الدنستي بتاعت الفلويد هيتكون المنظر ده او المنظر ده. طب ايه اللي هيحدد ده ولا ده؟ على حسب النسبه ما بينهم. يعني لو الجاما بتاعت الجسم اقل من الجاما بتاعت الفلويد بكتير هتبقى جزء صغير مغمور، طب زادت شويه هيبقى جزء اكبر، طب قربت قوي هيبقى جزء اكبر. طب ساوت بالظبط الجاما بتاعت الجسم بتاعي ساوت بالظبط الجاما بتاعت الفلويد، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الجسم هيبقى كله مغمور في الميه. يبقى لو الجاما بتاعت الجسم ساوت الجاما بتاعت الفلويد يبقى الجسم هيبقى كله مغمور في الميه بس متزن. يعني ايه؟ يعني كله مغمور في الميه ولا بينزل ولا بيطلع، مكان ما هتسيبه هتلاقيه لان الويت هيساوي البوينت فورس. طب لو عندك جسم الجاما بتاعته اكبر من الجاما بتاعت الميه ايه اللي هيحصل؟ الجسم ده مش هيتزن معلق، مش هيبقى سسبندد عمره. امال ايه؟ الجسم ده دايما هيتحرك لتحت لغايه ما يغرق ويوصل للقاع. ليه؟ لان دايما الويت بتاعه اكبر من البوينت فورس الماكسيمم. ايه الماكسيمم بوينت فورس؟ هي جاما الفلويد في حجم الجسم كله، فبالتالي هيبقى الجسم ده دايما بيتحرك لتحت لغايه ما يغرق، فيتكون عندي رياكشن يساوي الفرق ما بين الويت ماينس الاف بي. او طبعا لو انا عايز اسيبه واخليه موجود فوق اعلقه بحجم عشان يبقى عندي تنشن بيساوي الفرق ما بين الويت ماينس الاف بي. فهنا مثال بسيط للحاجه اللي انا كنت بشرحها لك. لو انا جبت كوره من الخشب وكوره من الستيل وانا بايدي حطيتهم في وضع ابتدائي وسط الميه، وتعالى نخلي ان انا عملت كره ثالثه من ماتيريال ثالث دي سبيسيفيك جرافيتي بيساوي بالظبط السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الفلويد، وحطيت الثلاث كور في نص الميه بالمنظر ده بايدي وشلت ايدي، ايه اللي هيحصل؟ القوه الثلاث كور لانهم ايدنتيكال بنفس الحجم الثلاثه هيتهربوا لنفس القيمه من البوينت فورس اللي هي بتساوي جاما الفلويد مضروبه في الفوليوم بتاع الديسبليسد فلويد اللي هو الفوليوم بتاع السبمرجد فوليوم اللي هو الفوليوم بتاع الجسم الثلاثه قد بعض، فيبقى في ثلاثه بوينت فورس من تحت لفوق قد بعض على الثلاث اكسيوم. لكن الويت بتاع الخشب هيبقى اقل من الاف بي، الاف بي بتساوي جاما الميه في الفوليوم المغمور، لكن ده الويت الحقيقي بيساوي عيد تاني معلش الاف بي بتساوي جاما بتاعت الميه في الفوليوم المغمور وبتاثر من تحت لفوق. الويت بتاع الكره بيساوي جاما بتاعت الخشب اللي هي اقل من جاما ميه وبيتاثر من فوق لتحت. طبعا الاف بي هتبقى اكبر من الويت وبالتالي الكره دي مش هتتزن كده ابدا. امال ايه اللي هيحصل؟ هتفضل تتحرك لفوق لغايه ما تطفو فوق سطح الميه وتقلل الحجم المغمور، فيتكون اف بي في حاله جديده وهي موجوده هنا.
طيب الكرة دي ايه اللي هيحصل لها؟ الوزن بتاعها اكبر من اكبر اف بي ممكن تحصل، فبالتالي القوة دي عليها قوة فوق اكبر من القوة اللي من تحت، فمش متزنة، هتبدأ تتحرك لتحت لغاية ما تلمس القاع. طب الكرة اللي انا حاططها بايدي هنا وليها جاما نفس جاما بتاعت الفلويد، هيبقى عليها ويت واف بي الاثنين بيساووا بعض، يبقى هتبقى متزنة، يبقى دي لا هتتحرك لا لفوق ولا لتحت. ده هنا يقودني لحاجة اسمها الابارنت دينستي. فنتيجة الموضوع الدينستي اللي انا عمال اتكلم عليه هنا، يبقى الجسم اللي ليه كثافة اقل هيطفو فوق سطح المية، والجسم اللي ليه كثافة اعلى هينزل لتحت لغاية ما يطفو. فالخشب كثافته اقل من الحديد، فبالتالي الخشب هيبقى فلوتنج. طيب هي المراكب بتتعمل من الخشب عشان كده كويس. طب هو المراكب الحديد ينفع اعمل منه مراكب؟ طيب ينفع. ازاي يا دكتور؟ ما انت لسه بتقول ان هو الدينستي بتاعته قد الدينستي بتاعت الميه 7.8 مره. فانت لو هتعمل مركبه من حديد هتغرق. ده لو المركبه دي حديد مصمت، يعني الماتريال حديد. لكن المركبه اللي واخده الشكل ده، ده مش حديد مصمت. ففي حاجه اسمها الابارنت دينستي، دي مش الدينستي بتاعت الماتيريال، دي الدينستي بتاعت الجسم. فالدينستي بتاعت الجسم هي الويت بتاع الجسم مقسوم على الفوليوم بتاع الجسم بصرف النظر عن الماتيريال. يعني شويه الحديد المصنوع منهم البوكس ده، شويه الحديد بس، حجمهم هيبقى قليل جدا. فلما اقسم الويت على الفوليوم القليل جدا ده، يطلع الدينستي بتاعت الحديد الحقيقيه اللي هي 7800 كيلوغرام على المتر المكعب. لكن اللي انا بتكلم عليه الابارنت دينستي دي مش الدينستي بتاعت الماتيريال، مش اللي داخله معايا هنا دينستي بتاعت الماتيريال، لا، ده الدينستي بتاعت الجسم. ايه الدينستي بتاعت الجسم؟ الويت بتاع الجسم اللي هو الويت بتاع الحديد برضه زائد الويت بتاع الهواء، ويت الهواء نيجليكتد اكيد. فيبقى الويت بتاع الحديد بس مقسوم على انهي فوليوم دلوقتي؟ على الفوليوم بتاع الشكل ده كله. فبالتالي الدينستي او الابارنت دينستي بتاعت الجسم ده هتبقى اقل من الدينستي بتاعت الميه، وعشان كده هتطفو، وعشان كده المراكب بتتعمل من الحديد عادي جدا. طبعا لا، مش هتتعمل من الحديد عادي جدا عشان الصدى وعوامل تانية، بس اقصد ان ممكن الحديد يطفو فوق سطح الميه. لكن ده كده اهو، لو بلوك حديد هيغرق. بأكد عليك هنا على حاجتين. الحاجة الأولى إن البويان فورس بتأثر في السنترويد بتاع السبميرجد فوليوم. لو دلوقتي الجسم عشان يفضل متعلق، ده سسبنتد كده معلق، لازم يكون الجاما بتاعت الجسم هي نفسها الجاما بتاعت الفلويد. لو الجاما بتاعت الجسم أكبر من الجاما فلويد مش هيتعلق كده، ده هيفضل ينزل لتحت لغاية ما يغرق. البويان فورس بتأثر في السنترويد بتاع الجزء المغمور. هنا الجزء المغمور ده، يبقى البويان فورس هتأثر في السنترويد بتاع الجزء المتظلل ده. في الفيجر اللي فات الجسم كله كان مغمور، فالسنترويد بتاع الجسم كله هو نفسه السنترويد بتاع الجزء المغمور، فالبويان فورس هتأثر في السنترويد بتاع الجسم. بفكرك ان الهوريزونتال القوى الافقيه اليمين زي الشمال هيلاشوا بعض، فالقوى الافقيه المحصله هتساوي صفر. طيب لو انا عندي جسم مغمور في اتنين فلويد، يعني انا عندي اتنين فلويد فوق بعض، طبعا بفكرك ان لازم اللي فوق يكون اخف، وعندي جسم ما بين الاتنين كده، هتاثر عليه اف بي اللي هي هنا متسميه ار، فاف بي على الجزء اللي فوق بتساوي ايه؟ اف بي بتاعت الجزء اللي فوق تساوي جاما فلويد اللي فوق مضروب في الفوليوم المغمور في الفلويد اللي فوق اللي انا مسميه بي 1. هتاثر فين؟ في السنترويد بتاع الجزء اللي فوق. وهتاثر اف بي في الجزء اللي تحت من الفلويد اللي تحت، هسميها اف بي 2 اللي هي موجوده على الفيجر ار 2، هتاثر في السنترويد بتاع بي 2 اللي هو الجزء المغمور من الجسم في الفلويد رقم 2، ويبقى عندي 2 اف بي.
وتبقى اف بي توتال بتساوي ده بلس ده. طب الجسم ده متعلق بالمنظر ده من غير ما انا حاطط فيه حبل ولا حاجه، يبقى ايه معدل اتزانه؟ يبقى الويت بتاع الجسم الويت الحقيقي بتاعه لازم يساوي اف بي 1 بلس اف بي 2 اللي هو ار 1 بلس ار 2. فيبقى الويت بتاع الجسم بتساوي اف بي 1 بلس اف بي 2، وده اللي موجود هنا في المعادلات. الويت اللي هو التوتال فوليوم اللي هو في 1 بلس في 2 مضروبه في الجاما بتاعت السوليد، يبقى جاما سوليد او جاما بادي مضروبه في التوتال فوليوم ده الويت. طب الطرف الشمال فيه ايه؟ في رو 1 في جي اللي هي جاما 1 في في 1 بلس رو 2 في جي اللي هي جاما 2 في في 2. بنأكد تاني على نفس الفكره، لو انا عندي ثلاث كور ايدنتيكال في الحجم، واحده فيهم من ماتيريال ليها رو اخف من رو بتاعت الفلويد، واحده رو هي رو الفلويد، واحده رو اكبر من رو الفلويد، اللي يقال على الرو يتقال على السبيسيفيك جرافيتي يتقال على السبيسيفيك ويت. اللي رو بتاعتها اقل من رو فلويد هتطلع تطفو فوق بحيث يبقى الجاما يبقى جزء المغمور اقل من الحجم الكلي. ليه؟ الويت هيساوي الجاما بتاعت الجسم مضروب في الفوليوم كله. الاف بي الجاما بتاعت الفلويد مضروب في الفوليوم المغمور. لان الجاما بتاعت الفلويد اكبر من الجاما، خد بالك انا كاتب رو بقول جاما، ما هي الجاما بتساوي رو في جي. فليتقال على الجاما يتقال على الرو. فارجع تاني، فالجاما بتاعت الفلويد اكبر من الجاما بتاعت الجسم، فده يترتب عليه ان الجزء المغمور او الفوليوم اللي هيتضرب في الجاما فلويد لازم يكون اقل من التوتال فوليوم، والنسبه بينهم هي نفس نسبه الرو على الرو او الجاما على الجاما. طب هنا لما سووا بعض يبقى الجسم معلق، يتعلق هنا، يتعلق عند سطح الليكويد بالظبط، يتعلق تحت شويه مكان ما تسيبه هيتحط. فلو حضرتك سايبه فوق هيبقى قريب قوي من السطح، مديت ايدك حطيته في النص هيفضل في النص، مديت ايدك وحطيته تحت خالص هيفضل تحت خالص، بس مفيش رياكشن، يعني مفيش تلامس حقيقي بينه وما بين البيد القاع. طب لو الرو اكبر بقى من الرو فلويد هيتكون المنظر الثالث بتاع الكره دي، الكره هتفضل تنزل لتحت لغايه ما تستقر هنا. ليه بقى هنا بالظبط؟ لان الويت هيبقى اكبر من الاف بي ماكسيمم اللي بتاثر من تحت لفوق، اللي هي اكبر قوه اف بي ممكن تاثر على الجسم ده، اللي هي بتساوي جاما الفلويد في حجم الجسم كله. فبالتالي هيحتاج حاجه تانية تزنق معاه، الحاجه دي هنا هي الرياكشن اللي موجود في البيت. كان ممكن الكره الثالثه دي اخليها متعلقه عن طريق تنشن في حبل، فاقدر اخلي الكره الثالثه دي احطها لك في النص كده واحط لك هنا انها متعلقه بكيبورد، فيبقى الفرق ما بين الويت والاف بي هو التنشن اللي في الكيبورد. شوية أسئلة سهلة للتدريب تقدر تدرب نفسك بيهم، إجابتهم موجودة تحت. تطبيقات كتير على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ده، الأنكرز بتاعت المراكب، العوامات، حاجات كتيرة. فتعالوا نشوف أمثلة رقمية. ده كوبري طافي فوق سطح فمعتمد على قوة الطفي. تعالوا نشوف مثال بسيط رقمي بيقول إيه. بيقول لو أنا عندي سفيريكال بوي هذا دايمتر اوف 1.5 متر، يبقى ده كده هو عندي عوامه الدايمتر بتاعها 1.5 متر. انا عندي سفيريكال بوي ليها 1.5 متر دايمتر، وزنها 8.5 كيلو نيوتن. البوي دي انكرد متعلقه من خلال كيبل في البحر في الشي. فالمطلوب ايه؟ عايز احسب التنشن الموجود في الكيبل ده. طب ايه القوة اللي بتأثر على المنظومة دي؟ عندي الكرة دي بيأثر عليها وزنها من فوق لتحت. بيأثر عليها ايه كمان؟ بيأثر عليها اف بي من تحت لفوق. بيأثر عليها ايه كمان؟ بيأثر عليها التنشن اللي في الكيبل ده. التنشن ده في الاتجاه من فوق لتحت. تبقى معادلة الاتزان بتاعتي ان الاف بي هيساوي الويت بلس التنشن. طب كويس قوي، تعالوا نشوف مع بعض كده. الاف بي بيساوي ايه؟ بيساوي جاما في الفوليوم المغمور.
الفوليوم المغمور اللي هو حجم الكرة الكلي. حجم الكرة بيساوي ايه؟ بيساوي باي دي كيوب على 6، او اللي هو 4 على 3 باي ار تكعيب. فده كده هضربه في الجاما بتاعت الفلويد هيديني الاف دي. الاستشافي جرافتي بتاعت الفلويد تقريبا 1.03 من المية. فده الجاما بتاعت الفلويد اللي استخدمناه في المسألة دي جايبين على طول. فده طلع الاف بي. الويت جيفن 8500 نيوتن، التنشن هيساوي الاف بي ماينس الويت، فطلع قيمة التنشن. تمام، سهل الكلام. طيب انا لفت بالي في منطوق المسألة حاجة عايز بس ايه اناقشها معاك. لو منسوب المية بدل ما هو هنا قل، ايه اللي هيحصل؟ قل وليكن هنا، في حاجة هتتغير؟ طب قال لي لغايه هنا مفيش حاجه هتتغير. طب منسوب الميه نزل خالص وبقى هنا، ده منسوب الميه الجديد. هسيبك نص دقيقه تدي مجال لعقلك يفكر ويقول ايه اللي هيتكون ساعتها. الكره دي وزنها الحقيقي 8500 نيوتن مش هيتغير. امال ايه اللي هيتغير معايا؟ الاف بي. الاف بي هنا لان الميه عاليه والحبل طوله ده بس، فالاف بي بتساوي جاما بتاعت الفلويد في الفوليوم المغمور اللي هو ده كله. فبالتالي الاف بي دي هي اكبر قوه اف بي تاثر على الجسم، فالاف بي قيمتها كبيره قوي. فعشان كده بقى في تنشن في الكاب بيساوي الفرق ما بين الاثنين. لكن لو الميه دي قلت لغايه هنا، الكابل ده هيترخي فمش هيبقى فيه تنشن. امال ايه اللي هيحصل؟ العوامه دي هيبقى فيها جزء مغمور وجزء طافي. الجزء المغمور ده احدد حجمه ازاي؟ اساوي الويت في الاف بي. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان لما منسوب الميه نزل قوي هنا، الكابل نفسه ما بقاش فيه تنشن، الكابل بقى الحبل نفسه مرخي فما فيهوش اي تنشن، فبالتالي خلاص دي مش موجود. يبقى الاتزان حصل امتى؟ W هتساوي FB. طيب مثال كمان نختم بيه البرزنتيشن ده. لو انا عندي مركب، المركب ده وزنه 300 مليون باوند وابعاده 100 فيت في 150 فيت في 800 فيت. الطول ده اللي هو الارتفاع 150 ارتفاع، والافق بتاعه 800 في 100. عايم في ميه الجامه بتاعتها 62.4 باوند على الفيت تكعيب. ايه المطلوب؟ المطلوب ادرس الاستابيليتي. اعرف لي عمق الدرافت قد ايه؟ الغاطس العمق المغمور سبمرجد ديبس بتاع المركب ده قد ايه؟ واذا كان المركب دي اصلا هتطفو ولا هتغرق؟ فتعالوا نشوف مع بعض. في طريقتين للحساب. الطريقه الاولى انا عندي التوتال ويت ب 300. طب نكتب بقى الجيفن في ورقه صغيره كده عشان ننقل للسلايد اللي بعدها. الويت ب 300، الدايمنشن 100 في 800، والطول الارتفاع 150، والجاما ووتر 62.4. ففي طريقتين. الطريقه الاولى ان انا هفرض ان الجسم بتاعي بقى مركب ولا مش مركب، ان هو سبمرجد بالكامل، ان الجسم او المركب ده كله موجود تحت الميه. ففي الحاله دي هتبقى البوينت فورس اللي بتاثر عليه بكام؟ جاما فلويد في الفوليوم الكلي. دي اسمها اقصى او اكبر اف بي ممكن تاثر على الجسم ده. فيبقى عليه جاما فلويد في الفوليوم ده كله. تمام؟ فلما ضربتهم في بعض طلع الرقم ده. الرقم ده اكبر قوه اف بي تاثر على الجسم. طب الويت اصلا الحقيقي اللي حاصل بكام؟ ب 300، وده ب 748. يبقى ده اكبر اف بي، يبقى هي فعلا هتنزل كلها تحت الميه. امال ايه اللي هيحصل؟ ان هيبقى فيها جزء مغمور وجزء طافي. يبقى انا لو بدات بالاسامشن ده من إيه لازم الاف بي ماكسيمم، لو سوري مش لازم، لو الاف بي ماكسيمم طلعت اكبر من الويت يبقى معناها ان المركبه بتاعتي دي طافيه، وابدا احط الفرد الثاني. انا بنصحك وانت بتحل المسائل لا، الافضل ليك انك تبدا من الفرد الثاني على طول. ايه الفرد الثاني ده؟ الفرد الثاني ده ان انا هفرض ان هي بتطفو. فلما افرض ان هي بتطفو
ايه القوة اللي بتأثر عليها؟ الويت والاف بي. فهقول يبقى الويت بيساوي الاف بي. الويت جيفن الاف بي بتساوي جاما فلويد في الفوليوم المغمور. هرجع لرسمة المركب. ايه الفوليوم المغمور؟ الطول في العرض في الارتفاع المغمور السبميرجد ديبس. فيبقى هنا الطول 800 فيت في العرض ال 100 فيت في الاتش سمول. اتش سمول دي اللي هي ايه؟ السبميرجد ديبس، الجزء المغمور او الطول المغمور من ارتفاع. في جاما ووتر ده كده ايكوال الويت. فهنا طلعت السبميرجد ديبس. خد بالك ان في هنا خطوه مهمه لو انت بدات من ده. ايه الخطوه دي؟ لازم السبميرجد ديبس اللي انت طلعته ده يطلع اقل من التوتال هايت بتاع الجسم. لازم يطلع اقل من المية. ايه المية دي؟ ارتفاع المركب. ما هو لو ده كان اكبر من المية معناها ان الويت اكبر من الاف بي ماكسيمم. هو بالمناسبة لو الويت اكبر من الاف بي ماكسيمم ايه اللي هيحصل؟ المركب مش هتبقى متعلقة زي ما انت ممكن المعادلة تخيلها. يعني لو الاتش دي طلعت 120 هل معناه ان المركب هتتعلق ارتفاع 100 وفي 20 مية؟ لا، ده معناه ان اكبر قوة اف بي هتبقى اقل من الويت. يعني المركبة دي هتفضل تنزل لغاية ما تلمس القاع. تطبيقات كتير على الكلام ده. في بريدج بيبقى معمول فوق عوامات. في الايسبرج. الايسبرج ده في الحقيقة سبب في حوادث كتيرة، واعتقد ان تايتانيك كانت بسبب ايسبرج. ايه الايسبرج؟ الجليد او التلج كثافته اقل من كثافة المية، لكن اقل بنسبة قليلة جدا. فدلوقتي اقل بنسبة قليلة. لو انا عندي جبل جليد وده بيحصل موجود في وسط المحيط، الجليد كثافته اقل من كثافة المية، يبقى هيطفو فوق سطح المية. النسبة ما بين الكثافتين الاتنين قريبين قوي من بعض، فبالتالي الحجم المغمور هيبقى كبير جدا، والحجم الظاهر من الجليد هيبقى قليل للغاية. فممكن يبقى عندي جبل جليد ضخم جدا تحت المية واللي باين منه حاجة خفيفة قوي فوق. الحاجة الخفيفة دي الملاح او القبطان بتاع المركب ما بيشوفهاش، فيفاجأ ان خبط في جبل الجليد ده وتسبب في مشكلة كبيرة. في الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم على عنوان تاني related للموضوع اللي اتكلمنا عنه.